هلو حبايبي، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. Welcome back to my channel. معاكم أختكم جوجو من قناة جوجو لايف، وأنا مرة آسفة إني تأخرت عليكم في تنزيل الفيديو هذه المرة، ولكن اليوم رجعت لكم بفيديو روعة ورح يفيدكم كثير إن شاء الله، وخصوصا هذه الأيام يعني قبل العيد. So اليوم رح نتعلم خطوات تنظيف البشرة بطريقة احترافية مثل نتيجة الصالونات، فخلونا نبدأ الفيديو. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. في البداية خلوني أقول لكم رأيي في تنظيف البشرة عند الصالونات. أوكي، الصالون مخصص لقص الشعر، صبغ الشعر، أو أنه نسوي عندهم ميكب، لكن مرة صعب أنه نسوي عندهم تنظيف بشرة، لأنه أغلبهم ما يكونون ناس متخصصين في العناية بالبشرة، وغير كذا أنه البرودكت اللي يستخدمونها أساساً إحنا ما نعرفها، لأنهم هم يجيبوننا علب أو حاطينها في علب صغيرة، فما نعرف إيش اسم البرودكت، إيش المكونات الموجودة فيه، فأحس أنه مرة خطر أنه إحنا ننظف بشراتنا عند الصالونات. علشان كذا أنا جمعتكم خطوات مرة سهلة وبسيطة حتسوونها في البيت، وبرودكت أنتم تعرفونها ومتأكدين منها، فخلونا نبدأ بخطوات التنظيف. الخطوة الأولى راح نبدأ بغسل البشرة بطريقة ممتازة، وحاولوا بنات قبل ما تبدأون بغسل البشرة الوجه أنه تغسلون يدينكم مرة كويس، لأنه اليد عادة تكون فيها بكتيريا وجراثيم، فإذا أنت على طول غسلتي بشرتك وما غسلت يدك تكون النسبة أنه تنتقل الجراثيم من اليد إلى البشرة كبيرة جدا، وبالتالي تطلع الحبوب والبثور. وحاولوا دايما تختارون نوع الغسول المناسب لبشرتكم إذا كانت جافة أو دهنية أو مختلطة، وحاولوا كمان تختارون اللي بشرتكم أساسا ترتاح له، يعني مو كل غسول مثلا للبشرة الدهنية أنا بشرتي ترتاح له، بالعكس أنا بشرتي ترتاح كثير لهذا الغسول من لاروشي بوزي، اسمه إيفا كلار، غسول رغوي. راح أحط لكم أسماء كل المنتجات اللي أستخدمها في الديسكريبشن بوكس، وأساسا هذا الغسول مخصص للبشرات الدهنية الحساسة. وحاولوا كمان تستخدمون مع الغسول أي نوع من الفراشي اللي تكون ناعمة على البشرة، علشان تتأكدون إنكم تنظفون المسام من الأعماق، وبعد ما تغسلون البشرة جففوها كويس. الخطوة الثانية خطوة تعقيم البشرة، وهي خطوة أساسية يعني لا تتجاوزونها يا بنات أبدا، وممكن تستخدمين أي نوع من مياه ميسيلار اللي تكون مخصصة لإزالة المكياج والشوائب، لأنها راح تخلصنا من كل البكتيريا أو الشوائب اللي تكون لسه متبقية على سطح الجلد. أنا هنا استخدمت ماء ميسيلار من قرني بالزيوت الطبيعية. الخطوة الثالثة راح نعمل حمام بخار للبشرة، وأنا سبق وسويت فيديو تكلمت فيه بالتفصيل عن كيف نسوي حمام البخار، وذكرت فيه لكم الخطوات، راح أحط لكم الفيديو فوق، ادخلوا وشوفوا وطبقوا كل الخطوات، وبعد ما تخلصون حتكون المسامات كلها مفتوحة. إذا حسيتي أن بشرتك فيها رؤوس سوداء أو رؤوس بيضاء أو أي تكتلات تحت الجلد، عندك مجموعة من الخيارات، ممكن تستخدمين لصقات بيوري هتحطينها على الأماكن اللي فيها رؤوس سوداء وبثور، أو ممكن تستخدمين كمان إبرة التنظيف. إذا كانت بشرتك حساسة أنا أنصحك باللصقات، لأنه ما فيها عنف كثير على البشرة، لكن إذا كانت بشرتك تتحمل ممكن تستخدمين إبرة التنظيف وتشيلين كل الأجزاء والشوائب أو الرؤوس السوداء من داخل المسام. الخطوة الرابعة هي إزالة الجلد الميت الموجود على سطح البشرة، وبما أنه إحنا دوبنا مسوين حمام بخار فالأفضل أن نستخدم مكونات طبيعية. علشان كذا أنا جبت لكم أقوى مكونين طبيعيين لتقشير البشرة، وهي الشوفان والعسل. راح نستخدم كميتين متساويتين منهم، وحنحطهم على بشرتنا لمدة 15 دقيقة، وبعد ما تحسين أنه شوية نشف راح تقومين بحركات دائرية يعني زي التقشير،
وبعدين راح نغسل البشرة بالغسول اللي استخدمناه أول شيء. وفي هذه المرحلة راح نمنع البثور من الظهور، لأنه عادة بعد الحمام البخار في بعض البشرات تطلع لها حبوب صغيرة أو بثور، علشان كذا راح نستخدم هذا الماسك من كوين هيلين لمحاربة الحبة الشباب والبثور، هو بالنعناع. فإذا ما كان عندك هذا الماسك ممكن تستخدمين زيت النعناع، تخففينه شوية بالموية وتمسحينه على كامل وجهك. إذا ما كان عندك زيت النعناع ممكن تستخدمين عصير الليمون، لكن لازم يا بنات تخففون شوية بالموية علشان ما يسبب لكم أي نوع من التهيج. والآن وصلنا إلى خطوة إعادة الترطيب والنضارة للبشرة، وفي هذه المرحلة أفضل شيء ممكن تستخدمينها هي الشيت ماسك أو أقنعة الجمال الكورية، اللي لها أنواع وأشكال مرة كثيرة ومتوفرة في أغلب الصيدليات. لكن بالنسبة لي أفضل شيء اللي تكون بخلاصة السانليز أو الحلزون، لأنها تعطي البشرة نضارة تستمر لفترة طويلة. إذا ما كان متوفر عندك ممكن تصنعينها بنفسك، وأنا سويت فيديو زمان عن كيفية صناعة الشيت ماسك، هحط لك الفيديو إذا أنت حابة تدخلين وتشوفينه. وبعد ما تنتهي من الشيت ماسك وتغسلين وجهك هتحطين المرطب، أنا أستخدم دراماتيكلي ديفرنت كلينيك موسترايزنج جيل، وحنحط كمان كريم العيون مرك، وحنحط مرطب الشفايف من سيرابيز. وبكذا تكون بشرتك نظيفة جدا والنتائج راح تعجبك، وبأشياء أنت متأكدة منها وفي البيت وأنت مرتاحة. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة، وأنا الآن أودعكم وأقول لكم أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.